نروح لموضوع تاني برضو، نرجع للتعليم بس المرة دي للتعليم العالي. احنا عندنا معاهد صحية، في عندنا معهد اسمه المعهد الفني الصحي، بيتخرج منه الخريج فني او مساعد اخصائي ايا كان المسمى. كان في قرار صدر ان اللي ممكن يجيب تقدير في هذه المعاهد يمكن ان يعني يعمل زي دراسة تكميلية لمدة سنتين ويتحول من مساعد اخصائي الى اخصائي. الكليات اللي اتعملت في هذا الاطار كان في كليه تقريبا اسمها العلوم الطبيه التطبيقيه، حاجه زي كده. بعد ما عملوا القرار وبعد ما الناس دخلت الكليه او بعد ما الناس عملت الدراسه التكميليه، لا ارجع تاني في القرار، القرار مش كده. طب هو ايه الاشكاليه؟ ايه الموضوع؟ ويا ترى القرار في البدايه كان مدروس ولا مش مدروس؟ ولغيتوا القرار بدراسه ولا غير دراسه؟ هيكون معانا حالا دلوقتي على التليفون احد يعني الذين درسوا في هذا الموضوع، وهو الاستاذ حميدو عماد، اخصائي تحاليل طبيه. استاذ حميدو مساء الخير. مثال كده يا فندم. قل لي ايه مشكله القرار؟ الناس تعمل دراسات تكميليه فجاه لا ما تعملوش دراسات تكميليه، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ انا بحيي حضرتك يا استاذ هاني، وبنشكر حضرتك فعلا بصوت اكثر من 300 الف فني صحي، واكثر من 12 الف خريج في سنه 17 18 19، خريج خريج 17000 دراسات خريج 12000، يعني 12 معهد، احنا عندنا 12 معهد. في خلال 17 18 19 اتخرج دفعات تقدر عددها ما يقرب من 12 ل 15000، قول لي والدفعه بقى الثانيه ايه مشكلتكم يا استاذ حميدو؟ يا استاذ هاني، انا يعني تقديرا لمعاليك، وفي اول الحلقه حضرتك اتكلمت على جزئيه ان الاستاذ الدكتور رضا حجازي جاي عشان التطوير المدرس المصري، تمام، ومعاه مصوره انه يطور التعليم من خلال رؤيته، وهو استاذ دكتور كبير وفاضل. احنا عندنا في وزاره الصحه افاضل على مستوى عالي جدا، طرحوا من خلال معالي وزير التعليم العالي ووزير الصحه ان احنا نعمل دراسات تخصصيه للحصول على بكالوريوس علوم طبيه تطبيقيه، تمام، بقرار رقم 378. وانشات الكليه بعد هذا القرار، انشات المعاهد، انشات المعاهد، المعاهد منشاه، فاحنا كملنا الدراسه في المعاهد، تمام، من خلال دراسة تخصصية كاملة فيها ساعات معتمدة، فيها النظام الدراسي فيها تطبيقي وتخصصي بالكامل، من خلال مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، معاونين صحيين، أسنان. الناس دي لب ال بعد ما عملنا ده ايه اللي تم بقى؟ اللي تم الآتي يا استاذ هاني، معالي وزير الصحه الاستاذ الدكتور احمد عماد الدين بعد اما اصدر قرار مع معالي وزير التعليم العالي بان خريجين المعاهد والدراسات التخصصيه يحصلوا على بكالوريوس علوم طبيه تطبيقيه اخصائي شعبه التخصص، تمام، تحاليل او اشعه او ما الى ذلك، بما يوازي الكليات الموازيه، تمام، الكليات الموازيه هي علوم طبيه تطبيقيه او الخاصه، الجامعات الخاصه فيها جامعه فاروق وجامعه مصر وجامعه اكتوبر، تمام. احنا خلصنا من سنه 17 دفعه وسنه 18 دفعه، وارسلنا ان احنا بفضل الله يعني الحاصلين على ال وانا حضرتك انت كاتب عند حضرتك ان حميد حماد اخصائي تحاليل طبيه، تمام. انا فعلا انا اخصائي تحاليل طبيه لان انا معايا بكالوريوس زراعه، معايا دراسات عليا في الكيمياء التحليليه، معايا دراسات عليا في الميكروبيولوجي التطبيقي. اللي انا اخذته الدراسه التكميليه اللي احنا اخذناها والدراسات التخصصيه، اصبحنا اخصائيين في مجال التخصص بتاعنا اللي هو المختبرات الطبيه. وفق القرار الوزاري اللي انت ذكرته. تمام. اللي حضرتك اللي بعد كده جاء وزير التعليم العالي ومعاه باختصار يا استاذ حميد، وبعد اذنك باختصار اتفضل اتفضل،
باختصار يعني، يا ريت تقولي باختصار يعني. طيب النقطة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها تاني بعد المعلومات دي، إن احنا قدمنا للتسوية على أخصائي المختبرات الطبية. تمام. الأمر موكول لمعالي وزير التعليم العالي وزير الصحة إن احنا نحصل على شهادة بكالوريوس محترمة. الدول السودانية يا أستاذ هاني بتدي الخريج المعاهد العليا او المعاهد الفنيه الصحيه بتديله اخصائي المختبرات الطبيه بيعمل فيها في الدول العربيه في الامارات والسعوديه كاخصائي تحاليل طبيه او مختبرات طبيه. بيسبقنا للمجال ده الاردن وسلطنه عمان والسودان وحديثا مين هنا اللي موقف تنفيذ القرار؟ وليه؟ حاليا امرين. امرين، هو المجال طويل والموضوع طويل انا عارف وقت معاليك. امرين، الامر موكول لمعالي وزير الصحه ومعالي وزير الصحه الدكتور علاء انا زايد والاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. تمام. الامر ده احنا عايزين نسوي على درجه اخصائي مختبرات طبيه. انا ما بقولش ان انا طبيب، انا مساعد في المجال الصحي. المنظومه يا استاذ هاني انت حضرتك تعلم ان معظم المحافظات الحدوديه ما فيهاش اخصائي كلينيكال باثولوجي. وفيها مئات من الفنيين الصحيين اللي قايمين بالمستشفيات وعلى ارض. وصلت رسالتكم استاذ حميد عماد، واتمنى طبعا يعني ان يكون هناك رد من وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي. بشكر وجود حضرتك معايا عبر الهاتف. شكرا. وهكذا عرضنا مشكله ما يقرب من 12,000 خريج كما ذكر الاستاذ عماد والعهده على الاستاذ حميد عماد. هنخرج لفاصل ونروح لفقرة هي فقرة الإثارة، فقرة التشويق. معانا النهاردة عمر محمد أو عمر الماجيك، هيورينا إيه، هيعمل لنا إيه. خليكم معانا، فقرة مثيرة للغاية، يلا بينا.